مين هذا المهاجم اللي قاعد يقلب مدني كبير؟ هل يعد العريبي يعد؟ فك عقدة الأخلاق لكريم العريبي مسجل الهدف التعادل للنجم الساحلي والأول ليه مع الفريق. رشيد عمر يمنع ضربة جزاء للعريبي واضحة النية حتى يفك العقدة بتاع الأخلاق لكريم العريبي ونجح العريبي فعلا. حاول هنا رابنا وكرة ملعوبة يأتي على طريق كريم العربي. كريم العربي الجزائري يدون هدف لفريق النجم الساحلي. كريم العربي يدون هدف لصالح النجم الساحلي. هنا بالإعادة كرة لعبة في الأمام مباشرة. انطلاقة كانت أمامنا وخطأ دفاعي من جانب إيمانويل. قلنا يا جماعة مرحلة وفي هذه الأدوار لا تحتر حنشي يتوقف بين حنشي يوزع هذا وائل الكرد حارس مرمى اتحاد طويل في راس بالعرب وزع الكرة بالراس والهدف الهدف الثالث كريم العريبي ما خداش بالراس لكن مشت معاه المرة هذه كريم العريبي ثالث هدف النجم وفرحة كبيرة لكريم العريبي اللي تحدثت عليه وقلت خلى فريق كبير ضد الزمالك المصري. كريم العريبي سجل ثالث هدف النجم الرياضي الساحلي في هذه المباراة. كريم العريبي الجزائري يسجل هاي لعادة يلا عمار يوزع الكرة بروس والهدف الثاني يا عريبي يلا كريم الله يا كريم يا عريبي يسجل لعادة كريم العريبي في 97 يا كريم يلا العرضيه